وشويه افعال تخليك تفكر فيها كتير لكبر حجم العقوبه. يعني انت كبر حجم العقوبه طب ليه؟ فبتبتدي تقول الله، طب ما انت في مشكله حصلت لكم ساعه القرعه زي ما حضرتك بتقول. وفعلا هنا طبعا يعني قيادات النادي الاهلي على ان وعلى راسنا الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء المجلس يشرفوا فيها، لكن احنا نبهنا ان كده مش هيبقى في توازن ما بين الناديين الكبار، لكن دول ما كانوش باستضافه من الاتحاد المصري، لان احنا قلنا ان احنا مش هندعو اي رئيس نادي. وانا عايز اقول لحضرتك ان اعضاء الجمعيه العموميه كانوا زعلانين مننا لما لقوا في رؤساء انديه فين وفين لما شرحنا لهم ان دول ضيوف الدكتور حسن مصطفى، هو اللي بيختار، هو ليه عدد اللائحه بتقول كده، هو ليه عدد من ضيوف رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد يختار كيفما شاء. فهو اختار يعني اعضاء ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي كانوا ضيوف عنه، لكن ده سبب لنا احنا فعلا مشكله ولغط كبير جدا وهجوم فظيع جدا ما كانش لينا في زمن. موضوع المباريات المؤجله كانت الامور ماشيه جدا، ويعني الناس كانت مرحبه. انا مش عايز اقول لحضرتك ان يعني كانت اشاده بالقرار، لان القرار كان فني ومالي واداري وعوده للنشاط طبقا للي كان مطلوب مننا التدريجي للمنتخبات. حضرتك وحضراتكم تابعتوا مباراه الاهلي والزمالك الاخيره، الماتشات دي دايما بيبقى فيها حساسيه وحضراتكم عرفتوا الاحداث اللي حصلت فيها. فاحنا كان هدفنا ده من الاول، احنا ما بنبصش يا جماعه الا المنتخب مصر بس، فكنا عايزين الولاد يفضلوا في تناغم ومحبه لحد ما نعدي كاس العالم، وقد كان. يعني احنا قعدنا ناكل ونتشتم شويه من هنا وشويه من هنا وقسوه غير عاديه، وتحملنا ما لا يتحمله بشر. ما عندناش مشكله في سبيل مصر، في سبيل منتخب مصر. والحمد لله اديكم شايفين ان كلامنا بيطلع في الاخر صح. اهو حصلت مشكله في الماتش الاخير، لو كانت دي حصلت قبل كاس العالم كان هيخش ازاي المعسكر مع بعض؟ ليه؟ طب اجل بقى الخناقه دي ودرب المباريات بالموسم الجديد بالعدل والمساواه اللي اتلعب بيه كل الدوري. في محاولات تاثيرات لكن للاسف احنا بننفذ رؤيه المنتخب. ممكن الكلام ده ما يجيش على هوا ناس، لكن في الاخر حاسبني على المنتخبات وعلى نتيجه المنتخبات وعلى نجاح البطوله والمسابقات المحليه.